السؤال الأخير، هل الأسير أن يصلي صلاة العيد مجموعة إذا أمكن؟ هل إيه؟ الأسير يجوز له أن يصلي صلاة العيد؟ الأسير؟ أيوه. ليست بواجبة عليه. يصلي صلاة العيد وهو في يعني يصلوا صلاة العيد في السجن، صلى معهم من غير إيجاب. تمام، يعني يجوز ولا لا؟ أنا بقول لك الآن إن صلوا صلاة العيد في السجن جاز له أن يصلي معهم من غير وجوب.